اللهم لك الحمد ربي وفقنا، وهذه مسقط ام الخير، ما اول مره نفوز فيها اللهم لك الحمد. وثاني شيء بين الواحد احد النهائي، السنه اللي فاتت انظلمنا بالتحكيم، كنا نستحق حبيب ولا حبيب البطوله، واللهم لك الحمد ما حصل. والسنه هذه باذن واحد احد النهائي، باذن واحد احد النهائي. كل عرض لك حق جمهور الاهلي، مره ما وفقهم قضاء الله يعني، الحمد لله رب العالمين. هاي الهلال تاهل النهائي وفاز على بيروزي، ولازم ساند وين مكان كان، في مسقط ولا في الصين ولا كان في السعودية، نحن وراك يا أزرق. طبعا لازم كل عربي يدعم فرق العربية، هذا واجب على كل شخص عربي. طبعا أنا اتحادي، لكن اليوم يا يشجع الهلال بما أنه فريق عربي. الأفضل كنا نستحق نوصل النهائي بفضل هذا الجمهور اللي وقف خلف الهلال المكان، وبالأمانة يعني إن شاء الله النهائي هلالي 100%. ما قصر اليوم الهلال، ما شاء الله لعبوا كذا يعني، بس لو كان معهم حبسه كان ممكن احسن يعني، اللي بيفرح الجمهور بهذا يعني. اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ووصل النهائي وياخذ الكاس ان شاء الله. اول نبارك لنادي الهلال على وصول المباراه النهائيه. اليوم كان نادي الهلال ما كان نفس مباراه الذهاب، ربما اللي فاز بالاربعه، واليوم كان شويه في بعض الهفوات في الدفاع، جينا هدفين. اتمنى من مدرب نادي الهلال انه يحط النقاط على الحروف في مباراه النهائيه، لانه ما في تعويض بعدين يكون،